مع الكاتبة الصحفية والأديبة نوال السباعي، وأنت يعني من حمص وتتابعين ما يحدث في حمص على مدار عام. هذا الحراك الثوري جعل حمص ربما تقدم أكبر عدد من الضحايا حتى الآن، وهي الأكثر استهدافا حتى الآن. لماذا برأيك؟ يعني تحدث الأخ من الداخل على خارطة، اشتغل على خارطة الألم العميق والجراح النازفة، وتحدث الأخ عندك في استوديو على خارطة التاريخ والمجتمع. دعني أشتغل على الأفكار قليلا. إذا كانت درعا هي رأس الثورة، فإن حمص هي قلب هذه الثورة النابض. أنا نصفي حمصي ونصفي شامي، ولدي في كلتا المدينتين قلب وروح، يعني مزدوجة الانتماء، ولكنني قبل ذلك كله سورية، وأريد أن أتحدث باسم السوريين جميعا. ماذا حصل في حمص حتى اندلعت هذه يعني أنا أتفق تماما مع ضيفك في الاستوديو، حمص تتوسط جغرافيا وإنسانيا وثقافيا. حمص يتمتع سكانها بسبب تاريخهم وبسبب جغرافيتهم وبسبب واقعهم، يتمتعون بتقدير للذات عالي جدا، يكاد لا نراه إلا في مناطق قليلة جدا في سوريا. هذا التقدير للذات خلق عندهم نوع من أنواع التحدي والتصدي الحقيقيين، ليس التحدي والتصدي تبع النظام الذي يعني دندن فيه طويلا واكتشف العالم كله أن هذا ليس صدقا. هذا الشعور بالانتماء العالي وهذا التقدير الذاتي للنفس بسبب الثقافة العالية، بسبب ما تحدث عنه الضيف الكريم من التضامن بين السكان، بسبب هناك كثير جدا من المثقفين ومن الدارسين، وتكاد نسبة الأمية تكون الأخف في كل الخارطة السورية في حمص، وأيضا هناك انتماءات سياسية وانتماءات ثقافية عالية جدا، هناك سكان من المسلمين ومن المسيحيين ومن العلويين، هناك تعايش كان رفيع المستوى، ولكن هذه الأمور مجتمعة جعلت أهالي حمص يشعرون بهذا التحدي وبالواجب الكبير جدا على أعناقهم وعلى أكتافهم لنصرة درعا أولا ثم لنصرة سوريا كلها ثانيا. ماذا حدث مع النظام؟ أوجعهم الساروت بحدائه، أوجعهم عبد الرزاق طلاس الذي يمثل كل شبابنا، نحن لا نتحدث عن طلاس كفرد، نتحدث عنه كمثل لكل شباب الجيش الحر الذين رفضوا يعني توجيه البنادق إلى صدور أبنائهم أبناء شعبهم العارية. أوجعهم نعم، خالد من أول صلاح وعمر الضباط التلال. المنشقين طلاس، نعم من نعم أوائل الضباط يعني. نعم من الأوائل، نعم. نعم أوجعهم خالد أبو صلاح وعمر التلاوي بتحديهم لليل والكذب والظلام والدنس والسقوط والبهتان الذي نتعامل به منذ 40 عاما في سوريا. أوجعهم داني عبد الدايم هذا الشاب الصغير لأنه تحدى التعتيم وتحدى الحصار وخرج من حمص ودخلها عدة مرات. أوجعتهم بابا عمر وكل هذه القرى انتهاء بما حدث من مذبحة الزيتون، بصمودهم، بقولهم الله أكبر يا ربي على عليهم، ببقائهم، باسمهم، بصوت بابا عمر وهتافها ومداءتها. أوجعهم كل هذا فأرادوا أن يسكتوهم وإلى الأبد، ولكنهم لن يسكتوهم ولن يكون هناك أبد إلا للحرية وإلا للإنسان وإلا لبقاء الشعوب التي تنادي دائما بكرامتها. نعم، ولكن يعني هذا كان ثمنه كبيرا، أعداد كبيرة من المهجرين والمشردين والنازحين، وربما تزداد هذه الأعداد، وهذا بعد عام من الثورة، ولا نعلم حتى الآن متى يمكن أن تستمر أو يستمر هذا الوضع كما هو عليه. إلى متى يمكن أن تواصل حمص هذا العطاء للحراك الثوري؟ نعم، يعني الواقع، دعنا نتكلم يعني في سياق التاريخ والجغرافيا، لا يجب أن نرى ما يحدث بعين الضحية الواقعة بين أنياب الوحش، يعني لكي لا نسمي حيوانا من حيوانات الغابة بعينه. السياق الجغرافيا والتاريخ ترى الأمور بعين النسر الذي يحلق من علي، وعين النسر تقول لنا أن ثمن الحرية في الدنيا كلها غال وباهظ جدا، كل الشعوب جاهدت من أجل حريتها وكرامتها حتى انتزعتها انتزاعا من براثن الوحوش، ونحن لسنا بدعا من الشعوب، نحن في سياق الجغرافيا وفي سياق التاريخ نحن شعب نريد هذه الكرامة وهذه الحرية، كما حدث مع شعوب أخرى قبلنا وكما سيحدث مع شعوب أخرى من بعدنا. يجب أن نوطن أنفسنا أن هذه ليست معركة يومين ونصف، هذه معركة قد تكون طويلة الأمد، ولننظر إلى إخواننا في فلسطين 60 عاما
تماما وهم يجاهدون في سبيل حريتهم وكرامتهم وانتزاع حقهم من العدو المتغول، ونحن عندنا طبعة تكاد تكون يعني موافقة في الاستنساخ من العدو الإسرائيلي في الذي يجثم على صدور إخواننا في فلسطين. ونحن الآن يجب أن نفهم أن سوريا هي الحد أو يعني كما يقال السور الأول الذي يحتمي به الفلسطينيون أو يحمون ظهورهم به. وسوريا الآن المعركة ليست معركة فقط شعب يريد الحرية مع نظام متغول متوحش، إنها معركة الأمة كلها في سبيل التحرير، وهي المحطة السابعة أو الثامنة التي وصلتها الثورة الإنسانية الكبرى التي انطلقت من تونس. يجب أن نرى بهذه العين الشاملة، ولا أن نرى فقط بحدود آلامنا الفظيعة والعظيمة ودموعنا التي تجري. أنا أتفهم تماما موقف الأخ الذي يتحدث من الرستن، أتفهم تماما جروحه وآلامه وهذه الفظائع التي تجري. لا يجب أن نقول أنه لم يرى لها التاريخ مثيلا، لقد رأى التاريخ مثيلا، وقد انتهى كل هؤلاء الأغوال إلى مزابل التاريخ، وبقيت الشعوب وبقيت المدن. لا يستطيع أحد أن يبيد 20 مليون سوري أو 27 مليون سوري بين الداخل والخارج، لا أحد يستطيع أن يقتل كل هذه المقتلة. في البوسنة مر الصرب وكأنهم لم يكونوا، وبقيت البوسنة وبقي شعب البوسنة. شكرا لك الأديبة والكاتبة الصحفية نوال السباعي، كنت معنا من مدريد. أعود إلى